شادية الكرام، يمكن احنا من اول الحلقة بنتكلم على انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 في مدينة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. مصر بتشارك في هذه القمة وتم توجيه دعوة ليها كضيف شرف هذا العام. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرأس وفد رسمي رفيع المستوى بمشاركة وفود من 150 دولة، 20 رئيس دولة وحكومة، وتعقد قمة هذا العام واللي بتختتم فعالياتها غدا الأربعاء تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. طيب ايه أهمية ان احنا نشارك في هذه القمة؟ طب توقيت القمة، انعكاسات تواجد مصر في مثل هذه المحافل الدولية، طيب الملفات المطروحة في هذه القمة، كل ده هنناقشه مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام صباح الفل. صباح الخير أستاذة رشا وصباح الخير على السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور إكرام. خليني أتكلم على هذه القمة لأنها خليني أقول هي القمة دي بتعقد من 2013، لكن تحديدا هذا العام القمة ليها حساسية معينة لأنها بتيجي في توقيت في غاية الحساسية، الدول الحكومات كلها بتقابل تحديات اقتصادية كبيرة جدا. شايف القمة منذ انعقادها بالأمس وما تم طرحه في الموائد المستديرة؟ يعني خلينا نقول إنها قمة هامة وبتكتسب أهميتها الحقيقة من أكتر من عامل. يعني العامل الأول عدد الدول المشاركين فيه. نعم. وده يعني 150 دولة، ده تجمع عالمي ضخم حقيقي. بتكتسب أهميتها أيضا من مستوى التمثيل، يعني تلاقي حضرتك أن في 20 رئيس دولة ورئيس وزارة مشاركين، إضافة إلى عدد ضخم من الوزراء أيضا يمكن بيتجاوز 200 وزير مشاركين في هذه القمة، عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية وفي مختلف الجوانب. بتكتسب أهميتها أيضا إنها بتنعقد لمدة 3 أيام، يعني الفترة الزمنية هنا أيضا فترة طويلة. تعتبر طويلة نسبيا. نعم. بالنسبة للقاءات القمة. بيضاف إلى ذلك أهمية خاصة من وجهة نظري وهو الزمن أو التوقيت. دايما في أي حدث سياسي احنا بناخد في الاعتبار عنصر الزمن أو التوقيت، بيبقى له أهمية كبيرة قوي. فلو تشوفي حضرتك بالنسبة لهذه القمة، التوقيت هنا انها بتنعقد في فترة بيواجه العالم فيها عديد من التحديات، سواء كانت التحديات دي سياسية او اقتصادية او امنية. وشفنا التطورات اللي حصلت في العالم، وشفنا جائحة كورونا واحداث التأثيرات على الاقتصاد العالمي، ثم جاءت المشكلة الاوكرانية والحرب في اوكرانيا لكي تطرح مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. تلاقي حضرتك دلوقتي ان الاقتصاد العالمي النمو بتاعه متباطئ، ان في مشاكل اقتصادية بيعاني منها الجميع، يعني بقصد بالجميع يعني كل الدول، الدول المتقدمة بتعاني والدول الصناعية بتعاني والدول النامية بتعاني والكل بيعاني، وان اختلفت يعني نسب المعاناة بالتأكيد. وبالتالي كل دي عوامل بتكسب لهذه القمة اهميتها. لو احنا بنتكلم من المنظور المصري، وجهت الدعوة إلى مصر باعتبارها ضيف شرف لهذه القمة، وده الحقيقة نوع من التقدير الكبير لمصر الدولة والقيادة. ده أيضا بنأخذ فيه الاعتبار العلاقات الوثيقة والقوية اللي بتربط بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونعوز أقول الحقيقة إنها علاقات هامة ووثيقة، وليس فقط في هذه القمة، وإنما يعني نقدر نقول منذ فترة طويلة في علاقات تاريخية. صحيح. بتربط مصر والإمارات على المستويين الرسمي والشعبي، وده يمكن يعني بالمناسبة منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. طب دكتور إكرام، عايز أقف عند النقطة دي لأنه امبارح لما تابعنا السيد الرئيس في عرضه للتجربة المصرية كان له رسائل ووجه رسائل مهمة. صحيح. جدا. شايف يعني حضرتك أستاذ علوم سياسية، والرئيس لما بيقول هذه الرسائل هو بيعنيها وبيقصد توقيت إنه يقولها، خاصة إنه رجع تاني الرئيس واتكلم أمام الجميع أن العلاقات بين الدول يجب ألا تتأثر
بقلم هنا أو قلم هناك أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تخرب الدنيا. ده صحيح. يعني في عديد من الرسائل الحقيقة جت في كلمة السادة الرئيس، منها ما تفضلت به حضرتك، ان يعني عدم الانسياق وراء يعني التواصل الاجتماعي وكده، ان العلاقات بين الدول بتستند الى اسس موضوعية ولا تكون يعني عرضة بقى للتأثر بأقلام مغرضة في بعض الأحيان او حملات تشكيك في طبيعة او شيء من هذا القبيل. دي نقطة مهمة الحقيقة. تمت الإشارة ايضا من ضمن الرسائل اللي اشار اليها السيد الرئيس إلى أهمية التعاون بين الدول لمواجهة التحديات. أيضا تمت الإشارة إلى أن الدول اللي بتنهار بيصعب أنها تستعيد نفسها كما كانت من قبل. تمت الإشارة أيضا إلى التعاون الاقتصادي والتنموي عوامل، ودي حقيقة يعني النقاط اللي بتركز عليها القمة أيضا. في نقاط تمت الإشارة إليها بخصوص التجربة المصرية في التنمية، ودي نقطة مهمة قوي أيضا. تجربة مصر في التنمية والمصاعب اللي واجهتها وكيف تغلبت عليها وإيه هي الإنجازات اللي تحققت. يعني في إنجازات تحققت في مجال الصحة، في مجال التنمية، في مجال العمران، في مجال الزراعة، الصناعة. إذن كل هذه النقاط ورسائل هامة وأهميتها أيضا إنها بتطرح في هذا المحفل الكبير اللي هو اللي احنا قلنا عليه 150 دولة. طبعا في وفد رفيع المستوى مصاحب للسيد الرئيس، وفي عديد من اللقاءات في إطار فعاليات القمة بيتم خلالها يعني الحديث أيضا وبشكل تفصيلي عن طبيعة التطورات الاقتصادية اللي حصلت في مصر، الفرص الواعدة للاستثمار، ودي نقطة مهمة قوي من وجهة نظر، الفرص الواعدة في الاستثمار اللي موجودة في مصر، والجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ولتشجيع القطاع الخاص. دي أيضا نقطة لها أهمية، وخصوصا أن كان بيحضر القمة أيضا يعني رجال أعمال وقطاع خاص ورؤساء شركات كبرى، وبالتالي ده عملية عرض للتطورات اللي بتحدث في مصر، الفرص الاستثمارية الواعدة، وده طبعا كله بيصب في المصلحة المصرية ومصلحة جميع الأطراف. الرئيس عرض أيضا حجم الخسائر اللي خسرتها مصر من 2011. وقال أرقام وما تحتاج إليه مصر الآن لكي يحدث تطوير في التعليم، تطوير في العديد من المناحي، في المناحي الاقتصادية المصرية. والأرقام كانت كبيرة. صحيح. يعني الأرقام اللي قالها السيد الرئيس كانت كبيرة، لكن هو لما عرض هذه التجربة، حتى لما عرض الرقم اللي تم ضخه في البنية التحتية، في الطرق، في الموانئ، في رقم أيضا كبير، ولكن مصر في احتياج لده. شايف العرض بالأرقام ومدى احتياج مصر للأرقام ده ممكن يشجع الاستثمار أكتر؟ يعني احنا خليني اقول، انا عايز اقول ان الرئيس كان شفاف في عرضه بكل صراحة وبكل امانة. دي نقطة مهمة اللي هي المكاشفة والمصارحة والحقائق والموضوعية. يعني ومن ضمن الموضوعية دي الارقام ما بتكذبش، ما خباش حاجة. فدي الحقيقة نقطة مهمة، وخصوصا ان يعني من المحاور اللي بتستند اليها هذه القمة ايضا الحوكام، التنمية الاقتصادية. من يعني نقطة مهمة تمت الإشارة إليها زي ما تفضلت حضرتك في عرض الأرقام، في عرض الاحتياجات. في نقطة كمان مهمة قوي تمت الإشارة إليها من جانب السيد الرئيس، إن التحديات كانت متعددة، تحدي الإرهاب، تحدي التنمية، تحدي الطاقة، تحدي الكهرباء، عديد من التحديات. النقطة المهمة هنا اللي تمت الإشارة إليها إن هذه التحديات كان بيتم مواجهتها كلها وفي نفس التوقيت، أو يعني بالتوازي. يعني ما نقدرش نقول طب والله إحنا هنأجل التنمية لحد ما نخلص على الإرهاب، إنما مواجهة الإرهاب، وبالمناسبة الإرهاب خلاص انتهى كما أشار السيد الرئيس،
إنما ما نقدرش نرجئ التنمية لحين الانتهاء من الإرهاب على سبيل المثال. ما نقدرش نرجئ بعض الاحتياجات المهمة وفي قطاعات مختلفة. إنما الصعوبة هنا هي دي، يعني نوع من، خلينا نقول نوع من الصعوبة ولكنها كانت مطلوبة، اللي هي أن تسير في كل الاتجاهات وعلى سبيل التوازي وبما يحقق في النهاية المصلحة للشعب المصري، وده المطلوب يعني في جميع الأحوال. مصلحة متبادلة يعني بالتأكيد. حتى المستثمر أكيد هيبقى مستفيد برضو يعني بالتأكيد، ودي أهمية عرض الفرص الاستثمارية اللي موجودة في مصر. نعم. وفي هذا المحفل، يعني ده محفل كبير قوي، وبالمناسبة يعني هو ليس محفل حكومي فقط، هو طبعا محفل حكومي ورسمي، إنما في أيضا قطاع خاص، في مستثمرين، في شركات كبرى، إذن كل دي أيضا يمكن أن يكون لها أهمية ويمكن أن يكون لها مردود على الاقتصاد المصري. وزي ما أشرت حضرتك أن العملية عملية متبادلة، يعني مش مباراة ذات حصيلة صفرية أن حد ياخد كل المكاسب وحد ما ياخدش، إنما احنا بنتكلم هنا عن مكاسب متبادلة بين الأطراف المختلفة، وده طبعا اللي بيجذب المستثمرين واللي بيجذب بيدعم عملية التنمية، وده أيضا من الأمور الجوهرية في العلاقات الاقتصادية. طالما حضرتك ذكرت العلاقات الاقتصادية، في حاجتين كانوا مهمين جدا تم عرضهم في هذا المؤتمر، صندوق السيادي المصري. أيوة. وأيضا الأطروحات التي في سياسة ملكية الدولة وكده، أعتقد أن الاثنين دول لما تم طرحهم بتغير وجهة نظر العديد من المستثمرين في مجال الاستثمار في مصر. طبعا دول نقطتين مهمين، صندوق السيادي المصري ووثيقة ملكية الدولة، والهدف إيه؟ يعني هو في أي عملية اقتصادية إيه الهدف؟ الهدف هو تعظيم الفوائد، تعظيم المكاسب ولكل الأطراف. طيب احنا عندنا الصندوق السيادي، طب في أيضا دول أخرى في المنطقة عندها صندوق سيادي، كل دول الخليج تقريبا. طيب يبقى إذن المطلوب إيه الحكمة من هذه الصناديق السيادية؟ الحكمة منها هي تعظيم الفوائد، تعظيم المكاسب، استغلال الموارد، الاستغلال الأمثل، ودي يعني دي من يعني من النقاط الجوهرية في أي اقتصاد، أن تستغل ما لديك من موارد الاستغلال الأمثل لتحقيق أكبر مصلحة ممكن. وبالمناسبة دي أيضا بنتكلم عنها للأطراف كلها وليس لطرف واحد. يمكن كمان تمت الإشارة، ودي نقطة مهمة، إلى أن الدولة المصرية قامت بتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وأمام القطاع الخاص، وإصدار ما يلزم من تشريعات وإزالة المعوقات، ودي يعني ما هو ده اللي بيجذب المستثمرين. يعني لما تبقى عملية الاستثمار سهلة بتتم بدون يعني تعقيدات بيروقراطية، بتتم في إطار من التشريعات والقوانين اللي بتساعد على جذب المستثمرين، فده كله بينعكس إيجابا على الاقتصاد وبينعكس إيجابا على الأطراف المختلفة اللي بتشارك في هذه العملية. يعني نتوقع أنه ممكن من خلال هذه الزيارة وهذه القمة أنه يبقى في عقد اتفاقيات مع شركات استثمارية؟ نتوقع أن يتم عقد اتفاقات مع شركات، نتوقع أن يتم جذب المستثمرين، وانا عاوز اقول ان الامر يعني لا يقتصر فقط على اليومين الثلاثه بتوع القمه فقط، يعني ممكن تعقد اتفاقات، لان في وفد رفيع المستوى مصاحب للسيد الرئيس يعني اغلبهم المجموعة الاقتصاديه طبعا. نعم. وبالتالي هيتم طرح وجهه النظر المصريه وتم تبادل الافكار. انما انا عاوز اقول ايضا ما يمكن ان يحدث في القمه خلال الثلاث ايام دي من اتفاقات او بروتوكولات او كده ليست هي النهايه، يعني ممكن أسبوع القادم، الشهر القادم ممكن يأتي مستثمرين وتأتي شركات وكده. فالعملية إذن بدأت وبنتوقع لها أن يكون لها مردود إيجابي وعلى كافة الأطراف. طيب دكتور إكرام، هذا النوع من الاستثمار يمكن إحنا لينا تجربة، خليني أقول إنها تجربة لأنها جت في توقيت صعب جدا اللي هو الهوت ماني، الأموال الساخنة، وخروج الهوت ماني خلينا معترفين انه جت في توقيت صعب، خروج الاموال الساخنه مع الحرب الروسيه اليوكرانيه عملت هزه بعض الشيء، فخلاص الهوت ماني مش استثمار امن. خلينا نقول هل
هذه النوعية من الاستثمارات اللي بيتم عرضها أو التجربة المصرية وجذب استثمارات بشكل معين أكثر أمانا من الهوت ماني؟ هو شوفي حضرتك، يعني ما نقدرش نقول إن الاستثمارات كلها هتعتمد على الهوت ماني، إنما قد تكون أحد الجوانب في الاستثمار، إنما الاستثمار الأكبر يعني بيتطلب الأمر أن يوجه إلى المستثمرين بقطاع خاص، استثمار، مشروعات تنموية، مشروعات مشتركة، صناعات مشتركة، ودي نقطة مهمة قوي، وخصوصا ان احنا عندنا مناطق جاذبة للاستثمار. يعني احنا لما نتكلم عن المنطقة الصناعية في قناة السويس على سبيل المثال، لما نتكلم عن المشروعات القومية العملاقة، وبالمناسبة ايضا السيد الرئيس اشار ان المشروعات القومية دي وفرت فرص العمالة لحوالي 5 مليون، وده رقم ضخم. لما نتكلم عن 5 مليون، وخصوصا انها جت في توقيت كان في يعني نتيجة لبعض الصراعات اللي حدثت في بعض الدول اللي كان فيها عمالة مصرية ورجعت العمالة. طب ما ده يعني المشروعات العملاقة دي قومية أوجدت لهم فرص بديلة، خلينا نسميها بالتعبير الاقتصادي، فرص بديلة للعمالة، وبالتالي ده كان أيضا بيساعد على مواجهة البطالة. فإحنا محتاجين لمثل هذه الاستثمارات اللي بتعتمد على المشروعات، اللي بتعتمد على الصناعات المشتركة، اللي بتعتمد على المشاركة مع الجانب المصري، بتعتمد على توطين الصناعات أيضا. يعني ومش حكاية بقى إن حد هيجي يقعد له كم شهر ولا سنة ويمشي بأمواله تاني. بالتأكيد هدف أي مستثمر هو الربح، ولكن أيضا لما يبقى الأمر في إطار تعددية في مناطق أو نقاط الجذب الاستثماري وعدم الاقتصار على جانب وحيد، فده بيبقى أفضل من وجهة نظر، وبالذات لو كان الأمر يتعلق بالمشروعات الصناعية، بإنتاج زراعي، بشيء من هذا القبيل، فده بيكون أفضل بالتأكيد من الأموال الساخنة، أو حتى إذا كان الأموال الساخنة لها جزء في الموضوع، فإن الاستثمارات الأخرى الأشمل والأوسع يكون لها الجزء الأكبر. صحيح. طيب قبل ما أختم مع حضرتك دكتور إكرام، أنا استوقفني بالأمس شيء، يعني مصر والرئيس السيسي القيادة المصرية ضيف قمة الحكومات لهذا العام، ومصر أيضا ضيف شرف، ومصر أيضا هتكون في قمة العشرين برضو في الجي 20، هي موجودة كضيف. صحيح. تواجد مصر والحرص على أن مصر تكون ضيف شرف في هذه القمم الهامة، خليني أقول، لأنها كلها قمم اقتصادية يعني ثقيلة، خليني أقول ده ممكن يديني مدلول لإيه؟ طبعا وجود مصر في مثل هذه اللقاءات، وهي لقاءات هامة على مستوى العالم ككل، بتعني الاعتراف بدور مصر وثقة مصر سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، بتعني أيضا الثقة في المستقبل، إن القادم أفضل، إن الاقتصاد المصري حتى يعني تصنيفات الدولية والهيئات الاقتصادية وكده بتشير إلى إن المؤشرات الاقتصادية بتتحسن، فكل ده بنتوقع إن يكون له مردود إيجابي من خلال مشاركة مصر في مثل هذه اللقاءات. أنا عاوز أقول أيضا إن هذه اللقاءات بتبقى فرصة أيضا للتعاون والتباحث مع أطراف متعددة في العالم، وده أيضا كنا لسه بنتكلم عن جذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة والمشاركة في عملية التنمية، فكل ده بيبقى ليه مردود إيجابي، وبيرتبط بالتأكيد بدور ووزن مصر الإقليمي والدولي. صحيح. أكيد هنتابع النهاردة اليوم الثاني في فعاليات قمة الحكومات المنعقدة بدبي بدولة الأمارات العربية المتحدة، دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام، صدى البلد سوف تظل على متابعة مستمرة مع اليوم الثاني لفعاليات قمة الحكومات بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. إن شاء الله كل الخير يعود إلى مصر قريبا بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فقرتنا خلصت، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، بعد الفاصل إن شاء الله موعدكم مع فقرة طبية.